تفقد محافظ كفر الشيخ علاء عبد المعطي وسفير اليابان في مصر أوكا هيروشي والمدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو عبد الحكيم الواعر مشروع تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة ومدارس المزارعين الحقلية والحقل التجريبي والتعليمي ومحصول الأرز بقرية أريمون، كما تفقدوا موقع تركيب الصوب الزراعية. وقال محافظ كفر الشيخ إن هذه الزيارة المهمة تأتي في إطار مشروع تحسين إنتاجية المياه في الزراعة والاستغلال الأمثل للموارد المائية واستخدام التقنيات التكنولوجية المتقدمة في الري، والذي يتم تنفيذه بعدد من قرى المحافظة كأحد أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بالتعاون مع الجانب الياباني ومنظمة الفاو وشركاء التنمية ووزارتي الري والزراعة. نشكر منظمة الفاو والحكومة اليابانية وحضور السفير الياباني على المبادرة الطيبة المتميزة اللي هم قدموها لمحافظة كفر الشيخ، والمبادرة دي بتساهم في تقليل استهلاك المياه وترشيد استهلاك المياه، وأيضا بتزود الإنتاج في المحاصيل الزراعية المختلفة، وهو ده التوجه بتاع الدولة وتوجه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا سعيد جدا أن أكون في كفر الشيخ وأنضم إلى حفلة اجتماع لتدريب الزراعي لمزارعي في كفر الشيخ. هذا المشروع مهم جدا لرفع كفاءة إنتاجية واستخدام الماء بسهولة الأقل، وأتمنى هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعية ومحافظة كفر الشيخ وطبعا مع منظمة الفاو وإيكاردا تساهم في تقديم وتقديم الزراعة في كفر الشيخ بصورة مفيدة. تقوم كل الهيئات والجمعيات العاملة في مجال الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو وبدعم من حكومة اليابان، والتعامل مع كل من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وكذلك وزارة الموارد المائية والري في إرساء المدارس الحقلية للمزارعين، ومن خلال هذه المدارس يتم رفع الوعي وترشيد كل المزارعين لأفضل سبل استخدام الموارد المائية وبالتالي زيادة الإنتاجية. ورأينا اليوم من خلال العروض التي تمت العديد من قصص النجاح التي تحول كفر الشيخ من مواجهة التحديات إلى مدرسة يتعلم منها العديد من المناطق الأخرى داخل مصر وخارج مصر.